الولاد السلام عليكم، واش راكم؟ صافا؟ تحياتنا يدور بوبينا يا صحيبي، من طبعا من القريه الحزينه اللي قاعد فوق التروطوار تاع الحومه، فاهم؟ يا قريه توحشتوها. ام ادغال اي كوشي تسولي رايح. المهم تحياتنا الشبيبه، ان شاء الله راكم ملاح. طلع الكاميرا كذا باش يبان جلنبوط مليح. خوتي كما تعرفوا امريكا فيها الجرين كارد، يعني فيها الموقع تاع الهجره، اللي يحب يروح الامريكان يتحل كل عام، يتحل يسجلوا فيه الناس، والعام اللي موراه يعني هذا العام هذا 2022 راهي فتحت لو 5 اكتوبر وتغلق لو 8 نوفمبر، الشهر الجاي تغلق. يعني الموقع الرسمي للهجره الى امريكا اللي هو الجرين كارد راهو مفتوح. خوتي ننصحكم تروحوا تجربوا زهركم وسجلوا نفوسكم في الجرين كارد. الرابط تاع التسجيل نخليه لكم في برومير كومونتير، صح اخو؟ رابط التسجيل تاع رابط الموقع الرسمي، في انه امريكا فيها موقع واحد رسمي اللي هو مجانا، تسجل فيه روحك مجانا. المواقع الاخرى اللي يقول لك اعطينا $100 و$70 هذو كاع مواقع كذابه وسراقه، ما كاش كاع منها، راك فاهم؟ موقع واحد هو تاع جرين كارد واسمه developerstate.gov، نورمالمون هكذا. هاوليك الموقع في البرومي كومونتير تلقاوه هكذا، ادخلوا وسجلوا روحكم. ممكن العام الجاي ان شاء الله كي يخرجوا النتائج لو 2 مارس العام الجاي 2023 يعاود يحل الموقع وتدخل تشوف اسكو ربحت ولا ما ربحتش. الشرط الوحيد اللي يطلبوه امريكا، الشرط الوحيد وما يطلبوا لهنا يطلبوا لهنا برك. الشرط الوحيد اللي يطلبوه في المترشح للمترشح هو يكون عنده الباكالوريا، يكون عندك الباك. بار اكزومبل واحد متزوج هو ومرته، هو عنده الباك وهي ما عندهاش الباك، يسجل روحه هو عنده الباك طبعا، ومرته ما عندهاش الباك معليش يسجلها، يديها معاه الى ربح، ويدي ويسجل معاه ولادو باللي مزوج ويحط تصاورهم كاع وكلش وكاع. ولا عندهم الباك في زوج، هو عنده الباك وهي عندها الباك، يعني كل واحد يسجل روحه وحده، هي تسجل روحها وحدها وهو يسجل روحه وحده، يسجل ولادهم باش هكذا يكون عندكم دو شونس ماشي ان شونس واحده. هاكو فاهمين وش راني حاب نقصد؟ هكذا الشرط الوحيد هو الباكالوريا، يكون عندك الباك. وخاصة كاين واحد النقطة مهمة هي الصورة، الصورة لأنه لازم تحط صورتك، صور مارتك، تصور ولادك إلى عندك، ولا راك سيلي باير ميونيخ حط غير صورتك. الصورة روح لعند الفوتوغراف، فوتوغراف في الجزائر عطيه 35000 لما شاف شحال دير لا فوتو، قول له يصورك، قول له للطنبولة تاع الأمريكان، قول له الجرين كارد تاع الأمريكان، عطيه المواصفات تاعها، صورها بالتليفون وريها له، قول له ديرها لي هكذا هكذا، يصورك ثم عطيه له كارت ميموار يديرها لك أوب وطبع في السيت. الصوره ثانية تلعب دور، لازم الخلفيه تكون بيضاء وما يكونش ما تصورش بنواظر، لازم راك فاهم، لازم وجهك يكون صافي. او لي فوتوغراف هم يعرفوا هذه الامور. انا نعطيكم الموقع، روحوا سيو زهركم ممكن تربحوا. هما كل عام يحلوا لو 5 اكتوبر من كل عام، ويغلقوا لو 8 نوفمبر الشهر الجاي، يعني الشهر الجاي ينغلق، ويفتحوا لو 2 مارس باش تشوف النتائج، راك فاهم؟ مي كي تسجل روحك دوكا، كي تعطي لهم الايميل تاعك لازم تحتفظ على الايميل تاعك، لانهم راهم رايحين يبعثوا لك واحد الرقم، لانه نهار اللي يفتحوا يطلبوا منك هذاك الرقم، ما لازمش يروح لك الايميل وما لازمش يروح لك هذا الرقم هذا. هذه نقطة مهمة ثانية، هذو الزوج ما لازمش تضيعهم، باسكو لا ضيعت هذو الزوج العام الجاي كي يفتحوا ما تقدرش تشوف اسكو ربحت ولا خسرت. هكذا خوتي، سي زهرك تما خسر والو، باطل يا مواطن. خير من تروح تريسكي روحك في البحر. يطلبوا منك الباك، واللي ما عندوش الباك يسجل روحه ويلا ربح يشوف كيفاش يدبر لهم الباك. مع العلم امريكا قبح شويه في هذه الامور، يعني تجيب لهم باك تاعك ذا ومنه ومن اللي هي تحت الطابله و... وعرين شويه في هذه الامور، تخافي كونترولي ولا راك فاهم؟ راك تعرف الجزائر كل شيء مهمل، تقدر تعرف المدير تاع الجامعه تروح لعندو يكتب لك شهاده بلي عندك الباك نورمال. هكذا خوتي، المهم الموقع راه في برومي كومونتير، سجلوا ان شاء الله تروحوا كاع الامريكان وربي يوفق الجميع ان شاء الله. ما نسيت والو نورمالمون، الصوره لازم تكون الله يبارك صوره واضحه خلفيه بيضاء، ومرتك الا انت مرتك إيه سي بون نورمالمون، اني قلت لكم كلش ما فيهاش. هي راهي سهله التسجيل والله غير سهل، ماهوش واعر كاع عيتك التسجيل بالفرنسي ولا بالانجلي كيما تحب، اللغه اللي حبيت
هكذا اخوتي، وربي يوفق الجميع ان شاء الله. قالت تروحوا لامريكا وديروا لنا ديديكاس منا. واسم هذيك ميشيغان هكذا اخوتي. تحيتنا للجميع، والعام الجاي ان شاء الله نشوفكم قاع عند بايدن هكذا. ودعونا معكم دعوه الخير. هذا الموقع باطل الله، ماشي بدراهم نقولها ونعاودها، ما نصحكش دراما. ندعونا برك كل غير دعوه الخير. هذا مكان تحياتنا. تشيس جود مورغن. السلام عليكم. كاين واحد يغني منها تني بالضحك.